قمنا بالتحرك هذا من أجل التعبير على الوضع الخطير اللي وصلته البلاد، وعلى تصاعد وتاير القمع اللي ذكر بالأيام الأخيرة من حكم بن علي. وإحنا حبينا نقولوا لأهلنا في بوزيد أنه قضيتكم قضيتنا، مشاغلكم مشاغلنا، وقفصة اللي هي جهة قدمت المناضلين والمناضلات على امتداد عقود، إحنا نلاحظوا أنه ثم نوع من التفكك والوهن في الحقل النقابي وحتى في الحقل السياسي، ولكن قفصة عادة إلى تقاليدها النضالية. وإحنا هذه ما هي إلا بداية متجمعة فيها قوى يسارية وقومية، وإحنا نعتقد أن الطريق سيكون مرة أخرى للثورة، وهذه المرة الثورة ستأتي على جذور النظام الدكتاتوري وستقتلع الفساد والمفسدين. اجتمعت الليلة البارحة جملة من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وتدارست الوضع المحلي والجهوي، واعتبرت امتدادا لجملة من القراءات في الشارع التونسي أن هناك انحراف كبير على الثورة التونسية تقوده الترويكا الحاكمة. لهذا قرروا تنظيم العديد من الفعاليات، منها المظاهرات، سواء مساندة للمعتقلين الذين بلغ عددهم تقريبا في كل جهة تونس بين 250 و300، وهو أمر فظيع جدا لا يمكن أن يقبل في الثورة، واحتجاجا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي، حتى أننا أصبحنا في فترة ما زلنا نتحسر فيها على الماء والكهرباء.